طائبة طلابية تشكلت بسواعد شبابية كويتية وبجهودهم الخاصة لمساعدة إخوانهم الطلبة الكويتيين في الدول الغير ناطقة بالإنجليزية، وذلك لتخفيف العبء على الطلبة. يسعدنا باسمنا وباسمكم نرحب بهذه القائمة التي تحمل اسم معا. أول شيء نرحب أكيد بالأستاذ محمد طه الياسين، حياك الله معنا. اهلا وسهلا فيك، وخلونا ايضا نرحب بمنسق قائمه معنا الطلابيه عبد الله العجمي. اهلا ومرحبا فيك ويانا. يا هلا فيك، حياكم الله. احنا سعيدين بوجودكم معنا. اول شيء نبي نتكلم عن شلون تم تاسيس هذه القائمه، قائمه معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا يوم الدين. بدايه نود نشكركم على هذه الدعوه الكريمه، والذي نتشرف بان نكون هنا بينكم في تلفزيون دوله الكويت الذي عودنا صراحه من باريس على تغطيات جميع الاحتفالات والمناسبات الطلابيه. ومن هذا البرنامج اود ان اشكر مكتب باريس صراحه على تغطيته جميع الفعاليات الطلابيه، ولهم منا جميع الشكر والتقدير. تقصد مكتب تلفزيون الكويت في باريس؟ اي نعم. حياك الله معنا، واكيد واحنا شرفنا ان احنا نستقبل في برنامج ضحاوي طاقات شبابيه تعمل في مجال العمل التطوعي. يمكن اليوم راح تكون يعني مساحه كبيره من حلقتنا متعلقه بالتطوع، وانتم صراحه مشكورين انكم قاعد تساعدون الطلبه انهم يغيرون عن الجامعات المعهوده ويذهبون الى دول اخرى ويتعلمون ثقافات جديده. لكن انا اول سؤال سالت نفسي اياه وحابه اسالكم اياه على الهواء، هل انتم تتحدثون لغات غير الانجليزيه والعربيه عشان تخوضون هذا المجال؟ امانه تعلم لغه غريبه او لغه جديده على المجتمع الكويتي هي يعني بحد ذاته يعتبر شيء يعني يدعون امانه الفخر. كذلك احنا ندعو الطلبه الكويتيين او اللي عندهم رغبه ان يدرسون في الخارج لدراسه لغه جديده. لذلك يعني احنا في الكويت اليوم تعودنا ما شاء الله اللغه الانجليزيه ما شاء الله واسعه انتشار، فتعلم لغه جديده بحد ذاته هو شيء امر جديد وامر جميل، ويدعو الى حتى يعني هو تحدي امانه. صح. يعني يعني عبد الله ومحمد اثنينكم تتكلمون اللغه الفرنسيه الى جانب اللغه العربيه والانجليزيه. كومون تيليفو؟ للحين اتذكر من ايام الثانويه السوالف البسيطه اللي علمونا. يمكن هذا الشيء اللي شدني لهذا الموضوع، هل دراستكم في الثانويه للغه الفرنسيه هي اللي شدتكم عبد الله؟ طبعا بدايه اصبح عليكم بالخير واصبح على اخواننا المشاهدين. بالنسبة للموضوع اللغة الفرنسية، بداية احنا خذينا جزء بسيط في الثانوية. هو للأمانة يعني اعطانا الحافز ان ندرس اللغه الفرنسيه، ومعانا اخواننا الطلبه الاخرين اللي اتجاه ثاني، لكن للامانه اللغه الفرنسيه يعني صح الواحد يتوتر قبل لا يدرسها. اول شيء لغه جديده ومو موجوده يعني في مجتمعنا بكثير ومن الكلام هذا، لكن لما تدرس اللغه الفرنسيه هناك راح تجد ان الامور يعني بسيطه وتساعدك انك تخلص من اللغه الفرنسيه وتتجه لمجال الجامعه. مع العلم انها من اصعب اللغات يعني اللغه الفرنسيه صح؟ نوعا ما حول العالم. على فكره هي مو وايد صعبه، هي من مصنفه عالميا مو يعني كاصعب اللغات، لان في وايد لغات اصعب منها، لكن اتوقع ان هي مستواها شوي معتدل. انا بعرف منك يا محمد يعني عاده اي شخص يقوم بمشروع معين يكون عنده اهداف، يكون عنده رؤى مستقبليه، شنو اهداف هذه القائمه؟ اولا اقدم لكم قائمه معن. قائمه معن هي قائمه طلابيه وطنيه محافظه تسعى وتتصدى لحقوق الطلبه والطالبات في فرنسا، وتسعى لطرح القضايا الطلابيه والسعي نحو حلها. وهي قائمه او قائمه جميع الطلبه الكويتيين في فرنسا والدول الاوروبيه الغير ناطقه بالانجليزيه. هي قائمه وطنيه. نحن في قائمة معاً لدينا ثلاثة أهداف أو ثلاثة غايات، وهي أن معاً نعمل جميعاً ومعاً نسمو ومعاً نعمل وننجح من أجل الجموع الطلابية في فرنسا. إن شاء الله أتمنى لكم كل توفيق. بالحديث عن الإنجازات، يعني ودي أتعرف شوي على بعض من إنجازاتكم. شنو أبرز الإنجازات اللي قدمتوها للطلبة، أو أنتم شنو قاعدين تساهمون فيه واللي يشد الطلبة لكم؟ بداية طبعا كحديث عن الإنجازات، يمكن احنا في فترة قياسية استطعنا ان نحقق ولو يمكن شيء بسيط، وهذا ومهما نحقق من إنجازات تبقى بسيطة وتبقى يعني قليلة بحق اخواننا الطلبة الدارسين في فرنسا. بدءا نتكلم بداية عن تبنينا لمشروع معا لزيادة عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في فرنسا. هذا المشروع الذي يهدف الى زيادة عدد الطلبة او الطلبة الكويتيين الدارسين في او المتجهين للدراسة في فرنسا، امانة ويعني وفق رؤية
لدينا بأن فرنسا تستحق بأن تكون في مصاف الدول العظمى التي أو الدول الكبرى التي يتجه إليها الطلبة الكويتيين مثل أمريكا وبريطانيا، ونسعى إن شاء الله في القادم من السنوات أو القادم من يعني السنوات أن يكون هناك عدد كبير من الطلبة الكويتيين يتجهون إلى فرنسا. أتمنى يكون في هناك تطور، وأنت وأتوقع قائمتكم اسم على مسمى معا، ومعا إن شاء الله نقدر أن احنا نرفع اسم الكويت عاليا، ونقدر أن احنا نحقق إنجازات في العديد من المحافل وخصوصا المحافل الطلابية. عبد الله، يعني عادة أي مشروع أو أي فكرة، ومن خلال خبرتنا ولقاءاتنا مع العديد من أصحاب هذه الحملات التطوعية والفكرية، نلاحظ أنه دائما يواجهون عقبات معينة. فأتوقع أن يعني الطريق لم يكن ممهدا بالورود يعني بالنسبة لكم. نعم. أتوقع يعني واجهتوا بعض الصعوبات، شنو أبرزها؟ من أبرز الصعوبات اللي واجهناها هو التجمع الطلابي، ولكن هذه الشغله اللي كنا احنا يعني خايفين منها بكثير، ان التجمع الطلابي يعني ما راح يكون نفس امريكا ولا بريطانيا، نفس الدول الكبرى. لكن للامانه هذه الصعوبات يعني مرت بسهوله مع اخواننا الطلابين في فرنسا. يعني شفنا اقبال يعني كثير من الطلبه الكويتيين معانا في القائمه ومعانا في المشروع، ونقدر نقول ان هذه منظمه وليست قائمه لجمع الطلبه الكويتيين. وللامانه هو الهدف يعني ومن الأهداف اللي نهتم لها أن يكون طلب الكويتيين تحت مظلة واحدة، اللي هي أن نرفع اسم الكويت. حلو، جميل. يعني قلتهم بيض سمات الكويت في فرنسا. أنا ودي نروح شوي حق المواقف المضحكة أو الكوميدية. أكيد كان في مواقف كذي مع بداية اللغة أو أشياء تتذكرونها، سواء محمد أو عبد الله، شنو المواقف اللي تذكرونها في فرنسا أو مشاكل واجهتكم لها علاقة باللغة؟ الأمانة يمكن في بداية يعني دخولنا أو بداية حياتنا يمكن طلبة أو بدايتها يمكن طلبة مسجلين، يعني المجتمع الفرنسي مجتمع يتميز بطابع الهدوء، فاحنا كنا كطلبة كويتيين وصغار وكذي، لما مثلا نروح في القطارات وهذا مزعجين كنتوا، فكان في نوع من انواع يعني مرات نشوف بعض ردات الفعل، انه ما شاء الله تبارك الرحمن الكويتيين دائما يكونون يعني لهم صوت وكذي. فهذه يمكن من ابرز المواقف اللي حصلت لنا في فرنسا. فشنو عادة تكون ردة فعل الاشخاص في القطار؟ والله دائما ما ينزعجون، دائما ما كان صح طبعا مشكلة يعني انا الصوت بالذات القطار، هو يعني المشكلة الكبيرة في فرنسا هي القطار. إيه؟ يعني احنا تونا جايين وما نعرف مسألة القطار ولا صحيح. كيف نقدر نحجز ولا كيف نروح المدينة والتبديل. فكان في ثاني يوم لي في فرنسا. اوكي. خذيت جولة على فرنسا. والله العظيم خذيت جولة على فرنسا. والله شفت فرنسا يعني بالقطار، رحت الشمال ورحت الجنوب. وانت مضيع طبعا. ايوه والغرب، وانا ديرتي في الغرب. بعدين ولله الحمد انا قلت واحد ما يتعلم ببلاش. رحت بعدين ديرتي الغرب، بعدين مع الايام ضعت مرة ثانية بالقطار. قعدت اضحك يعني خلاص ايوه تعود خلاص تصير موام 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 ايوه لا حتى ما كنا نعرف نقولها بعد. هو عاده الواحد لما يروح اي مجتمع غريب عليه يحس انه في شيء جديد يعني بالنسبه له. لكن انا اللي ودي اعرفه يعني هذه القائمه او هذا التجمع الطلابي جديد من نوعه، يعني صار له سنوات وجيزه، هل تعتقدون ان انتم قدرتوا تحققون بعض اهدافكم اللي هي يعتبر ابرزها دفع الشباب الى الدراسه في دول مختلفه غير الدول المعهوده؟ أمانة القوامة الطلابية تتباهى بفكرها، ونحن كعاملين أو منتمين لهذا الكيان الطلابي نسعى بغرس فكرنا الذي يسعى لجمع ودمج جميع الطلبة الكويتيين مهما اختلفت انتمائهم ومهما اختلفت أفكارهم. نعم. تحت مظلة واحدة، والعمل نحو يعني والعمل للكويت ومستقبل الكويت. فلذلك فكرنا نحن نسعى بأن نكون متميزين. شجعتوا مجموعة من الشباب، شفتوا يعني نماذج ملموسة قدامكم؟ للأمانة يعني وأنا أقولها يعني وبكل فخر، أن اللهم لك الحمد الجمع الطلابية في فرنسا والدول المجاورة أمانة أخذنا أو يعني وصلنا منهم التشجيع، وكذلك أيضا هناك الكثير من المبادرات أنهم ودهم يشتغلون معنا ويكونون معنا. وإحنا من هذا البرنامج نؤكد أن كل الطلبة المنتمين أو الدارسين في فرنسا والدول المجاورة هم أعضاء في قائمة معا الطلابية. كلمة معا أمانة هي جاءت من كلمة فرنسية أو من جملة فرنسية تسمى بتوس انسامبل. توس انسامبل هي كلمة أو جملة ذات معنى يذهب إلى التعاضد والتآخي وكذلك العمل الجماعي. فهذه الكلمة مثل ما نقول غيرنا الكلمة من مصطلح فرنسي إلى مصطلح عربي. الله. سميناه بكلمة. شنو المصطلح الفرنسي أو الجملة الفرنسية؟ توس انسامبل.
أكتوس أنسامبل. أنسامبل. لا تحاول عبد الرحمن، يقول لنا فترة وايد طويلة عشان نتعلم. بس أنا عندي سؤال، شلون لغتكم الإنجليزية حاليا محمد وعبد الله؟ والله الأمانة يعني لك عليها ولا شلون؟ اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية والإنجليزية هم يعني على ما أعتقد أنهم من أصل واحد، أنهم من اللاتين. صح فكثير من الكلمات الفرنسية متشابهة تماماً باللغة الإنجليزية. فذلك ولو يمكن في اختلاف كبير بين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية من القواعد وكذلك تركيب الكلمات ما إلى آخره، لكن يبقى في تشابه ما بين اللغتين. أمانة تجميع اللغتين يعني مش أمر سهل أن واحد يتقن لغتين في نفس الوقت يعني، لكن نسعى إن شاء الله. إن شاء الله إحنا طبعا ما نبي نسلط الضوء عبد الحمان فقط على فرنسا، إحنا نتمنى من شبابنا أنهم يدرسون في دول أخرى نفس أسبانيا أو بعض الدول اللي عندها جامعات عالمية مهمة وعريقة، ولكن في نفس الوقت في عزوف كبير من قبل شبابنا للدراسة فيها خوفا من مشكلة اللغة. عبد الله، شنو أهدافكم؟ شو اللي تبون توصلوا له يعني بعدين؟ أنتوا الحين سعداء وراضين بالشيء اللي أنتوا وصلتوا له، لكن شنو أهدافكم مثلاً مستقبلية؟ هو للأمانة الهدف اللي نبي نوصل له واحد، وليس أهداف عدة. الهدف الواحد هو يعني يكون طلبة الكويت في يد واحدة، في كيان واحد، في كلمة واحدة في فرنسا، لأن في فرنسا يعني عدد الطلبة ما يتعدى 200 طالب. فيعني نقدر نجمعهم، نقدر نكون يد واحد، يعني مو مثل في امريكا ولا بريطانيا 2000 ولا 3000 طالب، يعني احنا 200 طالب تقريبا ونبي نزيد العدد والكفه. فهو الهدف اللي نبي نسويه ان نكون يعني يد واحده تحت كيان واحد. يعني حلو جميل. زين، اذا بنختبر اللغه الفرنسيه مثلا، ما نبي نختبرها، احنا نبي نقول جمله مثلا بالفرنسي حق المشاهدين، شنو ممكن نقول محمد او عبد الله؟ والله أقول بونجور أتوس. جوتيم هذه بس نعرفها. بونجور أتوس يعني شنو؟ يعني صباح الخير جميعا. أوكي أيوة. شنو بعد؟ أتوقع كلمة لاماتان يعني الصبح. لاماتان لسوا. لاماتان لسوا. يعني شوي أعرف. أنا وحبيبة ذكرناكم باي باي لندن مع انتصار الشراح القديرة، أكيد انتصار الشراح ورحمة الله عليها الفنانة مريم الغضبان. شو تقول كانت بالمسرحية تذكرون؟ كانت تتكلم انجليزي. كانت تتكلم فلوينت بعد بطلاقه باللغه الانجليزيه. شو تغرد بالانجليزي. خلينا نشوف انتصار شراح عشان تغرد بالانجليزي. إذا الفنانة انتصار الشراح كانت تغرد بالإنجليزي، ضيوفنا اليوم يغردون بالفرنسي. وفعلا يعني هذا المشهد يمكن يعتبر من أهم وأبرز المشاهد المسرحية في تاريخ المسرح الكويتي. كل الشكر حق مخرج البرنامج صراحة على هذا الاختيار المهم لهذه المسرحية. يعطيكم العافية مرة جديدة. طبعا بالحديث عن اختلاف اللغات وغيرها من التفاصيل، احنا تشرفنا قبل يومين ان تكون ضيفتنا الدكتورة جنان بن سلامة. طبعا تعتبر هي اول كويتية تدرس في جامعة فرنسية وتحديدا جامعة السيربون. شيء صراحة يخلينا فخورين. اليوم سمعت ان عندكم مشروع، شنو هذا المشروع محمد؟ اولا بداية أود أن أشكركم على استضافة الأستاذ جنان بن سلامة، والتي نفتخر فيها نحن كطلبة في فرنسا بأن نراها نموذج حي للطالب المكافح الجاد في دراسته. أسأل الله لها التوفيق إن شاء الله، ونوجه لها تحية من برنامجكم. كحديث عن كثب، أنا المشروع أمانة مشروعنا يسعى لزيادة الطلبة الكويتيين الدارسين في فرنسا من خلال نظرة لنا نحن كمنتمين لهذا الكيان الطلابي بأن فرنسا تستحق أن تكون في مصاف الدول العظمى أو الدول الكبرى التي يذهب لها الطلبة الكويتيين. أمانة فرنسا فيها مميزات خاصة تميزها عن الدول الأخرى، مميزات يعني تجعل فرنسا أن تكون في مكانة مستحقة بين هذه الدول، التي يمكن إن شاء الله في القادم من السنوات أن يصبح ويضاعف فيها عدد الطلبة الكويتيين. الآن عندنا ما شاء الله 180 طالب كويتي في فرنسا، قد يمكن إن شاء الله في السنين الجاية نشوف ما شاء الله 1000 طالب، أو إن شاء الله نشوف 1000 2000 طالب كويتي في فرنسا. حاليا كم طالب؟ 180 طالب تقريبا وفق آخر إحصائية. طبعا كحديث عن المشروع، أمانة بدأ أول شيء لما نتكلم عن المميزات الدراسة في فرنسا، فرنسا من الدول التي يعني تعتبر منخفضة التكاليف، بحيث أن الطالب الراغب الدراسة في الجامعة يدفع تقريبا مرة واحدة بالسنة تقريبا مبلغ وقدره 150 دينار كويتي في السنة،
نتكلم عن رسوم دراسية منخفضة، نتكلم عن تخصصات متنوعة. كما تعلمون فرنسا من الدول التي تشتهر بتخصصات القانون والعلوم الفلسفية وكذلك العلوم الحياتية. ومثلا عندكم تخصصات القانون نتكلم عن 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 يعني عن نابغ او نوابغ خرجت او فلاسفه خاصه ان اصلا القانون الكويتي يعني مستوحى من القانون الفرنسي او بعض ما جاء في القانون الكويتي موجود في القانون الفرنسي. وبالحديث يعني عن تخصصات القانون يمكن أنا وحبيبة اليوم كنا سعداء بوجودكم ويانا إلا أن اللقاء للأسف في دقائق الأخيرة. احنا للأمانة فخورين فيكم جدا شباب كويتيين منطلق، عندكم فكر حر، عندكم القدرة على التطوع، هذه القدرة لا يملكها الكثيرين من الناس، وطولة البال ان انتم تتعاملون مع الناس بكافة اجناسهم ويعني الخلفيات الثقافية اللي يحملونها. نشكر وجودكم معنا اخونا عبد الله العجمي. بودي ان اشكر سفارة دولة الكويت في فرنسا ممثلة بسعادة السفير السيد سامي سليمان وكذلك اعضاء السلك الدبلوماسي يعني السيد القنصل مشعل الحبيل على جهودهم وتعاونهم واهتمامهم بالجموع الطلابية الدارسين في فرنسا. كذلك لا يسعني إلا أن أشكر السفارة الفرنسية ممثلة بسعادة السفير جورج نخلة، هذا الرجل المتعاون الذي يبدي كل اهتمام بالجموع الطلابية والطلبة الدار أو الذي يدرسون والدارسين في فرنسا. فمن خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت نوجه لهم كل التحايا ونشكرهم شكر جزيل على كل ما قدموا من جهود لنا نحن كطلبة في فرنسا. شاكر لكم على هذا اللقاء ونتمنى ان شاء الله انكم ان كنا ضيوف خفيفين عليكم ان شاء الله، وشكرا جزيلا ما قصرتوا. احنا نشكركم بوجودكم معنا اليوم، ومهما ابتعدتوا عنا انتم الاثنين الا ان تبقى الكويت هي الدوله اللي تنتظركم ان شاء الله بعد طبعا. التخرج ابتعد عني ما احبك وش تبيبي، كلنا نعرفها بصوت الراحل وصوت الارض طلال مداح اللي اكيد لحن هذه الاغنيه وكتب كلماتها الشاعر الفيصل. عموما احنا بنروح معاكم الى محطة غنائية ولكن بتكون بصوت الراحلة ذكرى.